ذلك المركز اللي بترتب الطلاب على حسب المركز من خلال المجموع بتاع الطالب، ده اللي اسمها رينك. بدالة المركز اللي هنستخدمها اسمها رينك، بنكتبها بالشكل التالي رينك، وبعد كده بنكتب اسم الخلية اللي هي درجة أول طالب موجود عندنا في درجات الطلاب، وبعد كده بنعمل سيمي كولون أو الفاصلة المنقوطة ونكتب الرينج اللي هو باقي درجات الطلاب. يعني الخلية الأولانية ديت هي مجموع الطالب الأول، وبتعني اللي هو الرقم اللي هنبدأ بيه مقارنة بباقي درجات الطلاب علشان يدينا مركز الطالب ده. أما الرينج اللي موجود قدامنا ده مدى باقي الدرجات، ودلوقتي اللي بنقول عليه الريفرنس أو المرجع بتاعنا اللي بنقارن بيه درجة الطالب الأول. يعني لو إحنا عندنا مثلا طلاب بالشكل اللي قدامنا ده كده، وده مجموع كل طالب موجود، فهاجي في الخانة بتاعة المركز الخاصة بالطالب الأول، وهكتب الدالة اللي أنا شرحتها من شوية اللي هي دالة رينك، بنقول له يساوي ونكتب دالة رينك، ونحدد الأول خلية الطالب اللي هنقارن بيها باقي درجات الطلاب، ديت الدرجة الأولانية، هنضغط على سيمي كولون، وبعد كده هنختار باقي درجات الطلاب اللي هنقارن بيها درجة الطالب ده، بعد كده نقفل القوس ونضغط إنتر، يبقى الطالب ده المركز بتاعه رقم 67. لو عملنا ملء أو فل لباقي درجات الطلاب هيعرف لي هنا درجة كل طالب المركز بتاعه كام. يعني هنا الطالب الأول هو اللي جايب 210، هنلاحظ إن في عندي كتير من الطلاب واخدين المركز الأول، يعني كل الطلاب اللي جايبين 210 كلهم واخدين نفس المركز اللي هو المركز الأول. هنعرف بعد كده في الخطوات اللي جاية إن شاء الله ازاي هنعمل مركز بس بدون تكرار الترتيب او بدون الترتيب. كده خلصنا من الجزء الاول من الدالة بتاعتنا اللي هي دالة رينك للحصول على مركز الطالب على حسب مجموعه مقارنة بباقي مجموع درجات الطلاب. خدنا المرة اللي فاتت الدالة رينك، وخدناها ازاي نطلع مركز الطالب من خلال مجموعه مقارنة بمجاميع باقي الطلاب. لو احنا عايزين بقى نعمل المركز بدون تكرار زي ما شفنا المرة اللي فاتت كان فيه مثلا اكتر من واحد واخدين المركز الاول، انا عايز مثلا على حسب الترتيب الابجدي اول واحد واخد المركز الاول على حسب الترتيب الابجدي ياخد رقم 2 و3 علشان لما نيجي نعمل لهم فرز او ترتيب على حسب المركز يجوا مرتبين ابجديا ورا بعض. فعلشان نعمل الحكاية ديت هندخل دالة رينك مع دالة جديدة اسمها كاونت اف، هيبقى الشكل بتاعها كالتالي. لو استخدمنا دالة رينك اللي استخدمناها اللي فاتت هنكتبها بالشكل ده كده، وهنكتب زائد كاونت اف، وبعدين هنكتب المدى اللي موجود قدامك. هنوضح الكلام ده كده دلوقتي قدامك. كلمة سي اتنين ديت دي الخلية بداية الخلايا اللي انا هقارن بيها حتى الخلية سي اتنين، يبقى كده في نفس المكان ده في اول طالب هنحدد المركز بتاعه، فاصلة منقوطة سي اتنين او سيمي كولون فاصلة سي اتنين، يبقى اللي يبقى ثابت عندك اللي هي سي اتنين الأولانية دي، هيبدأ يعد من أولها أو ياخد المدى من أولها لغاية الخلية دي ويقارن بيهم الخلية دي. طبعا دي هتتغير بعد كده ودي هتتغير، يعني في الخلية اللي بعدها أو الطالب التاني هيبقى من أول سي اتنين إلى سي تلاتة، وهنقارن بيهم إيه؟ سي تلاتة، علشان لو في تكرار للمركز يبدأ ينقص واحد، يبدأ يشيل الخانة الأخرانية ويبدأ يحط أرقام زيادة عن الرقم اللي موجود. يعني هيبقى الوضع قدامنا بالنسبة لنا سي اتنين دي بداية الخلايا، ونهاية الرينج بتاعي هيبقى سي اتنين، والخلية اللي هنقارن بيها برضو سي اتنين. الخلايا اللي بعدها هيبقى سي تلاتة وسي تلاتة، واللي بعدها يبقى سي أربعة وسي أربعة، لكن سي اتنين الأولانية ديت ثابتة معانا. يعني معنى كده لو احنا عندنا الرينج او دالة رينك محددين فيها المركز بالشكل ده كده في خلية معينة، ممكن نحذف كل اللي موجود ده ونكتب اسم الخلية اللي طلع فيها النتيجة. هيبان اكتر الكلام ده معانا عملي لما نرجع للشيت بتاعنا ونشوف ازاي نعمل المركز بدون تكرار. يبقى انا هدفي من المركز بدون تكرار اني امنع تكرار الخلايا اللي زي دي كده، يعني دلوقتي ده طالب واخد المركز الاول وده واخد المركز الأول، يعني أنا عايز الطالب ده يظهر الأول يبقى واخد رقم واحد، واللي بعده حنين أحمد ديت تاخد رقم
2 وهيجوا أبجديا ورا بعض، يبقى ده يظهر الأول وده يظهر بعده وهكذا، يبدأ بقى يجيب لي بقية الطلاب. هنعمل الكلام ده إزاي؟ إحنا عملنا المركز الأول كده، عملنا الرانك وقدرنا نحصل على مركز الطالب من خلال مجموعه. لو نسخنا الدالة دي كده وجينا هنا وحطينا الدالة، هنزود عليها نقول له زائد ونقول له دالة كاونت، كاونت اف، هيبحث بقى فين؟ هيبحث في الخلية اللي هي فيها الدرجة بتاعة الطالب، وهنثبت الخلية ديت لأن ديت هتبقى بداية الرينج بتاعي، إلى لغاية ما يصل لنفس الخلية برضو اللي هي C2. هنثبت دي الأول كده بقى في 4، يبقى هيبقى من C2 لغاية C2 وبعدين سيمي كولون فاصلة منقوطة هيقارن بها C2. هنوري لك الفرق ما بينهم دلوقتي، بس هنقول له لو حصل تكرار هيبقى ناقص 1 ونضغط انتر فقالي ده 67. ركز كده بقى معايا، لو انا عملت ملء لتحت كده شوف ايه اللي هيحصل معاك. طبعا هنا مفيش تغيير، مفيش تغيير، هات بس كده الرقم الاولاني ده كده. البنت دي كانت واخده المركز الاول، البنت التانية اللي كانت واخده المركز الاول اتسجلت هنا رقم 2، يبقى كده منع التكرار. ركز بقى برضو معايا، هنا قلنا له من C2 لغاية C2، C2 مش هتبان الفرق معاك هنا، لكن في الخلية اللي بعدها هتلاقي دي C3 ودي C3. وضحت معاك؟ يبقى C2 دي ثابتة معايا، عشان كده ضغطت F4 عشان يثبت لي الخلية ديت. طيب دلوقتي ممكن أختصر الكلام ده كله، بدل ما بقول له دالة رينك وأكررها مرة تانية، هي كده كده دالة رينك موجودة في الخلية دي، يبقى أنا كده ممكن أحذف كل الجزء ده من أول، من قبل الزائد كده، ونحط الخلية دي، هي هي نفس النتيجة. يبقى أنا كده قلت له استخدم لي دالة رينك، بس تعالى بقى على دالة رينك دي تعمل إيه بقى؟ كاونت اف عد وامنع التكرار بتاعي. يبقى الهدف من دالة كاونت اف هنا، هنا عملية منع التكرار بس للخلايا المكررة. طب أنا بمنع التكرار ليه؟ علشان لما أجي أعمل فرز أو تصفية للبيانات ديت على حسب المركز، يجيب لي البنت اللي واخدة المركز الأول ده، وبعدين يقوم جايب البنت التانية دي على طول اللي واخدة برضو المركز الأول، بس رتبهم ورا بعض على حسب أبجدية الحروف، على حسب أبجدية الحروف. نشوف بقى إزاي نظهر أسماء الطلبة هنا، أسماء الطلبة اللي موجودة معايا ديت على حسب المركز اللي بدون تكرار ده، ويظهرهم لي تحت بعض على حسب مركزهم. يعني هيظهر هنا كل اللي جايبين 210 على حسب ترتيبهم الأبجدي، وبعد كده يجيب اللي جايبين 209.5 وهكذا. دي طبعا في الخطوة اللي جاية. جينا لآخر مرحلة اللي هي مرحلة فرز وعرض البيانات مرتبة أبجديا على حسب المركز. هنستخدم فيها دالتين مع بعض، دالة اندكس ودالة ماتش. الكود بتاعنا هيبقى كالتالي، هقول له اندكس يبحث في مصفوفة اللي هيبحث فيه أسماء الطلبة، والعمود بتاع أسماء الطلبة بادئ من B2 لغاية B101، دول أسماء الطلبة بدايتها. الرينج ده هيبقى ثابت معانا، يبقى أنا بقول له ابحث لي في الرينج ده وقارنه لي، ماتش بقى قارنه لي بالمسلسل، يعني لو المسلسل بتاعي رقم 1 هيروح يدور بقى في الرينج التاني اللي هو ثابت معايا برضو، بس الرينج التاني ده بتاع المركز بدون تكرار تاني. يبقى هو دلوقتي هيدور في أسماء الطلبة ويقارنها بالمسلسل اللي هو رقم مثلا 1، يدور على الطالب اللي واخد المركز الأول في المدى اللي موجود في المركز بدون تكرار. يعني أنا عندي هنا الرينج الأولاني الثابت ده، ده مدى أسماء الطلاب، وعندي هنا ده رقم مسلسل الطالب، لو رقم 1 أو المركز الأول أو المركز الثاني أو المركز الثالث هيقارنه في الرينج بتاع المراكز الموجودة بدون تكرار، يبقى كده يظهر لي اسم الطالب. طبعا لو أنا عايز المجموع أقوم مغير الرينج ده وأخليه بدل B2 يبقى C2 عشان يجيب لي مجموع الطلاب، وهيبان الكلام ده أكتر في ملف. جينا لآخر مرحلة اللي هيظهر بقى فيها أسماء الطلاب مرتبة على حسب المركز أبجديا. عملنا مسلسل هنا، علشان المسلسل ده يبص عليه ده رقم 1، يبدأ يدور في المركز بدون تكرار على مين هو رقم 1، زي مثلا جانا محمد، يبدأ يظهرها هنا كأول طالب عندنا على حسب المركز. زي ما قلنا في الشرح اللي موجود إن إحنا هنستخدم دالتين مع بعض، دالة إندكس ودالة ماتش.
هنقف هنا عند أول خانة اللي هي الطالب الأول ونقول له يساوي، وبعدين هنكتب دالة إندكس. في دالة إندكس أنا هحدد الرينج الأول اللي أنا هبحث عنه اللي هو أسماء الطلاب. يبقى أنا هبحث في أسماء الطلاب من الخلية الثانية لغاية الخلية 101، هثبت الرينج ده بـ F4 لأن ده ثابت معايا. ده أول جزء موجود معايا. بعد كده هنقوم قايل له سيمي كولون، وبعدين هنستخدم دالة ماتش. في دالة ماتش هنفتح قوس تاني، وبعد كده هنقول له قارن لي بقى بإيه. هنقول له بص على المسلسل ده اللي هو رقم 1. بعد كده هنقول له سيمي كولون فاصلة منقوطة، هيقارن بقى في المركز ده، يدور على رقم 1 ده في الرينج ده برضو من E2 لغاية E101، وهنثبت ده برضو بالضغط على مفتاح F4. بعد كده هنقوم قايلين له سيمي كولون وحط رقم 0، ده الرقم ده معناه هات لي البيانات بدقة. وبعد كده هنقفل القوسين طبعا لأن أنا فتحت قوسين، قوس لدالة إندكس وقوس لدالة ماكس. وبعد كده نضغط إنتر، جاب لي الطالب الأول. كده لو أنا عملت ميل لبقية الطلاب يبقى جاب لي هنا جنى، ده أول طالب واخد المركز الأول بعده حنين على طول. يبقى ده أول طالب كان جنى، نزل على طول اللي هو الطالب رقم 2 اللي هي حنين، وهكذا. طيب هنجيب المجموع ازاي؟ هي نفس الدالة دي بالظبط اهيت، هنعمل لها كنترول سي، وبعد كده هننقل على الخلية اللي جنبها كنترول في. هنعمل ايه بقى هنا؟ هنغير بس اللي هو الرينج ده. ده الرينج كان بتاع الطلاب او بتاع اسماء الطلاب، المرة دي بقى انا عايز المجاميع. ففي الحالة دي هقوم مغير الرينج ده بمجموع الطلاب برضو من C2 لغاية C101، واعمل لها F4 بحيث ان هي تبقى ثابتة معايا، واقف في نهاية الكود واضغط انتر. كده هضغط دبل كليك، هتلاحظ بقى ان الطلاب من اول واحد لغاية الطالب رقم 10 كل دول واخدين 210. طب حط ده الاول ليه وبعدين ديت؟ لان دي ابجدها او الترتيب الابجدي بتاعها هنا بجنى وبعدها حنين، يبقى رتبهم ابجديا رغم ان هم جايبين نفس الايه، نفس المجموع. طبعا الوضع ده بيعمل ترتيب تلقائي مباشر، بمعنى لو جينا مثلا على طالب من الطلاب دولت مثلا وليكن الطالبة بتول، طالبة بتول مثلا عملنا بدل 100 209 خليتها 210. ركز كده، بمجرد ان انا اضغط انتر هيحصل ايه هنا؟ مجرد اضغط انتر جاب لي بتول الاول اهيت، وبعدين جاب لي بعدها شنة. يبقى معنى كده انت مش محتاج تعمل لا فلتر ولا تعمل سورت، لا تعمل لترتيب ولا تعمل تصفية. يبقى بيتم عملية التصفية والترتيب تلقائيا. يعني لو أنا جيت مثلا على الطالبة جنى ديت مثلا اللي كانت واخدة المركز الأول وغيرت الدرجة بتاعتها خليتها 200 بس، هتختفي خالص من هنا زي ما أنت شايف، وهتروح في المركز بتاعها تحت خالص. طبعا ده بيوفر علينا مجهود كبير جدا، وبتبان البيانات معانا تلقائيا. وبكده يبقى خلصنا شرح إزاي نعمل فلتر أو تصفية أو ترتيب. استخدمنا فيه كذا دالة معانا النهاردة، دالة رانك، واستخدمنا دالة كاونت اف، واستخدمنا دالة اندكس ودالة ماتش. وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.